مجددا. ريحمان يمثل غدا الاثنين امام محكمة الاستئناف بالرشيدية. كشف المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع ان رئيس المرصد سيمثل غدا الاثنين 28 يونيو امام محكمة الاستئناف بالرشيدية 500 كيلومتر من الرباط جنوب شرق المغرب على خلفية ملف شركة نيطافيم التابعة لجيش الحرب الصهيوني والتي قضى بسببها شهرا من الحبس في سجن نوشكا الصحراوي قبل حوالي سنتين. ويتابع رئيس المرصد بتهمة إهانة موظفين عموميين في المعرض الدولي للتمور بمدينة أرفود إثر احتجاج سلمي لمناضلي ومناضلات المرصد على تسويق سلع نيطافيم الصهيونية بالمعرض الدولي. جدير بالذكر أن رئيس المرصد قد كان عرضة للاعتداء من طرف رئيس دائرة أرفود وقائدة عرب الصباح زيز وعدد من أعوان السلطة نجم عنه عاهة مستديمة بيده اليمنى بإقرار طبيب السجن وكذا إعاقة حركية جزئية على مستوى الورك.